يعني هو القضية أن صاحب المبدأ لا يبالي بالقوة التي يعني تواجهه، فإن يعني الإنسان إذا كان ذا إرادة قوية يمكنه أن يغير العالم كله. قال موسى عليه السلام كان لوحده وقام إلى قومه بني إسرائيل فوجدهم يعني متهاونين متثاقلين، يعني لم يريدوا أن يقوموا، واشتكوا إليه قالوا له إن يعني أوذينا من قبل أن تأتيهم بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني فقوى عزائمهم. وكان من نتيجة ذلك أنه استعان بالله سبحانه وتعالى فاستطاع أن يتغلب على فرعون، فغرق فرعون ونصر الله عز وجل موسى والسنة المؤمنة التي كانت معه. ثم بعد أن اختلفوا في سيناء ابتلاهم الله عز وجل مما ابتلاهم به بالتيه الذي ابتلينا به نحن الآن، الله المستعان. فالحقيقة أن في قصة موسى وقصة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبدأ الشخص بمفرده لكن بعزيمة قوية يقلب العالم كله. فلذلك لو أن الحركات الإسلامية المعاصرة اليوم آمنت بهذه الفكرة وعملت عليها لكن لنصرها الله عز وجل، لكن الذي يحدث أننا طال علينا الأمد وفقست قلوبنا، نسأل الله العافية والسلام.